دكتور نعم دكتور أحمد، خلينا برضو من هذا الموضوع، خلينا ناس كثيرة سألتني، وأنا يعلم الله إني أحبك يعني كثيرا، يعني أحبكم الله ربنا يخليك، ناس كثير سألتني وحملتني أمانة أن أنا أسأل حضرتك على أمر فقهي، ألا وهو أرباح التيك توك. هل أرباح التيك توك والبرامج مواقع التواصل الاجتماعي ده حلال ولا حرام؟ والله إحنا اللي يعنينا الملكية الفكرية وحقوق الناس. إن كانت فيها تضييع للملكية الفكرية أو لحقوق الآخرين يبقى هذا حرام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. لكن لو نفرض إن في مؤسسات علمية معينة أباحت أو أجازت لمن يريد أن يحمل برنامجا معين دون مقابل، هذا لا بأس به. يعني حلال يا دكتور أحمد؟ حلال لو أذن. تمام. إنما إذا لم يأذن يبقى على الأصل إنه حرام. بشكرك جدا يا دكتور عشان الأذان. المحترم الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على مشاهديك ومتابعيك الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا لسه بنتكلم يا دكتور في موضوع التبني، واللي عمله الأستاذ سعد الصغير هو ما تبناش وتكفل برعاية الأطفال، ولكن أنا حابب أن أنا أسأل حضرتك، التبني في الإسلام هل التبني حرام ولا حلال؟ ناس كتير سألت هذا السؤال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يجب أن نفرق ما بين التبني أن ينسب إنسان طفلا أو صبيا يعني مثلا مجهول النسب أو حتى معروف النسب إلى نفسه ويدون في سجلات الدولة على أنه ولده سواء كان ذكرا أو أنثى. تمام. بطبيعة الحال التبني بهذه الكيفية حرام حرام حرام، ومن الكبائر. قال الله تعالى في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم. نعم. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. والنبي محمد صلى الله عليه وآله قال أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم حرم الله تعالى عليه الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق أو الأشهاد.